عشان التصوير الصحفي، عشان التصوير يطلع. ممتاز. سيداتي سادتي، باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية أرحب بكم في هذا اللقاء المميز، نشارك فيه غزة أوجاعها ونتعرف عن قرب على بعض أوجه كفاحها البطولي وصمودها وصبرها ومعاناتها. الشعب الفلسطيني في غزة متمرس بالنضال من أجل الحرية منذ عشرات السنين، بل منذ بداية الغزو الصهيوني لفلسطين، مروراً بحرب 1948 ونزوح مئات العائلات إلى القطاع، وبالاحتلال إبان العدوان الثلاثي على مصر، وحروب الفدائيين الغزاويين رداً على المجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال انتقاماً من كفاح أهل غزة، وحرب 1967 واحتلال القطاع وانخراط أهله رجالاً ونساءً وفي مختلف مناطقه بالعمل السري وحرب العصابات، حتى أن سلطات الاحتلال ظنت أنها تقضي على العمل الفدائي من خلال العبث ببنية المخيمات، فشقت في قلبها شوارع عريضة وفصلت التجمعات السكانية وباعدت فيما بينها لتسهيل انتشار جنود الاحتلال في داخلها وتدمير مقاومتها، لكن ذلك لم يحقق أهداف السلطة المحتلة، وظلت غزة وشعبها عصية وفدائية ومقاتلة. ولعل أهم ما ميز كفاح الشعب في قطاع غزة حتى الانفصال عن الضفة عام 2007 وحدة العمل النضالي مع الشعب في الضفة، والتنسيق الكامل في الانتفاضات وفي مختلف مناسبات وأشكال النضال. وها هو الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ينهض من تحت الأنقاض، مخيباً جولدا مائير التي تمنت يوماً أن تنام، وعندما تستيقظ تكون غزة قد زالت من الوجود، وإسحاق رابين الذي تمنى أن يبلع البحر قطاع غزة، ونتنياهو الذي ظن أنه بإطلاق العنان لآلة القتل والتدمير الأكبر سينهي تمرد غزة إلى الأبد. وسيظل قطاع غزة يضع تجربته الكفاحية ضمن تجربة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لمراكمة نضال هذا الشعب العظيم إلى أن يفرض حقه في الحرية والاستقلال. أما محاضرنا هذا المساء فهو الطبيب الجراح المناضل الدائم مع طلائع شعبه الفلسطيني في الانتفاضتين الأولى والثانية، وفي خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 وعام 2012، والعربي الملتزم قضايا أمته الذي ضمد جروح المصابين في الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان عام 1996، وقبل ذلك هب لنجدة المصابين في العراق بعد حرب الخليج الأولى عام 1991، فكان في كل هذا مناضلاً فلسطينياً عربياً ملهماً كل الذين يدافعون عن قضايا شعوبهم وعن حقوق الناس، ومثالاً للشجاعة والالتزام والتضحية. وما إن بدأ العدوان الأخير على غزة حتى غادر الدكتور أبو ستة عمله في مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت إلى غزة، وانضم إلى الطاقم الطبي الصغير في مستشفى الشفاء
ليعمل على إغاثة عشرات المصابين لأكثر من أسبوعين في ظروف بالغة العسر، حيث لا تتوافر الحاجات الفعلية في كل أشكال وأدوات العمل الطبي. وما رأيناه على الشاشات الصغيرة من فظاعة جرائم القوة الغاشمة للاحتلال وبطشها دون أي ضوابط، عاشه الدكتور أبو ستة لحظة بلحظة، وهو إذ يقدم صورة عما عاش وعانى وشاهد، يشحذ هممنا جميعا بالعزيمة والأمل. الكلمة الآن للدكتور غسان أبو ستة. أحب أشكركم على حضوركم، وأشكر مركز الدراسات الفلسطينية على هاي الفرصة اللي حيتيح لي إياها. الهدف من المحاضرة اليوم هو مش لنزيد آلام على اللي صار بغزة، أو نزيد من هول اللي صار مشان نحبط الناس من تكميل نضال شعبنا حتى هزيمة المشروع الصهيوني وما يتبعه ذلك من تحرير. الهدف من اليوم هو إلقاء بعض الضوء على تجربة وتوعية للأخطار اللي هلأ عم تواجهنا بمرحلة ما بعد الحرب، والواجبات اللي هذا الكم من الدم بيحتمها علينا كجمهور مرتبط بفلسطين كهوية إقليمية أو مرتبط بفلسطين كهوية نضالية. من 7/7 لحديت ما أعلنت الهدنة الأولى، تم إلقاء 18-20 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة. يوم إعلان أول الهدنة وصل عدد الشهداء 2016 شهيد، الأغلبية الساحقة منهم كانوا من المدنيين، و 30% من المدنيين كانوا من الأطفال. العدد هذا 565 وصل بنهاية الحرب ل 600، وهذا العدد هن أطفال تحت سن ال 16، مش تحت سن ال 18 زي ما بتحددها منظمة الصحة العالمية. هذا العدد الهائل من الأطفال اللي سيبقى العلامة المميزة بهاي الحرب كان سببه الاستهداف المركز على البيوت أكثر من أي حرب تانية. بال 2008 أو بال 2012 كان الهدف الرئيسي للقصف الإسرائيلي من البحر والبر والجو هو منازل الغزيين. بغزة بسبب النقص بالأرض الأهالي بيبنوا بيتهم وبيبنوا أساسات مشان كل واحد من أولادهم لما يجي يتجوز بيبني فوق أهله، فلما تنزل قذيفة أو صاروخ طن أو 600 كيلو على عمارة هي بتزيل 3 أجيال من نفس العائلة. عدد العائلات التي أبيدت وقت نهاية وقت الهدنة كان 77، وقت نهاية الحرب كان 90. هاي العائلات لم يعد لها وجود بالسجل المدني. كان في استهداف متعمد للأطقم الطبية والإسعاف خلال هاي الحرب. كانت مستشفى الشفاء مليانة من المسعفين اللي تم استهدافهم خلال أداء عملهم، كثير منهم أصيبوا ببتر وبإصابات أدت إلى إعاقة حركية مستديمة.
استشهد منهم 23 طبيب ومسعف وممرض. الجانب الثاني اللي ميز هاي الحرب هو الإعلان عن هدنة إنسانية من طرف واحد من قبل الإسرائيليين. يوم العيد أعلنوا الإسرائيليين هدنة، استنوا الأولاد بمخيم الشاطئ لراحوا على مدينة الملاهي اللي هي على طرف المخيم، واستهدفوا مدينة الملاهي، وهذا أدى لاستشهاد 30 طفل. واحد من الجرحى اللي اجوا على الشفا كان لسه ماسك الفلوس اللي كان عم بستنى على الطابور ليدفعها ليلف ياخذ دوره بالمراجيح. المجزرة الثانية اللي صارت بعد الهدنة هو يوم إعلان هدنة إعلان الهدنة وضرب سوء الشجاعية. أعلن الهدنة، تركت الناس لتحاول تتسوق بسوق الشجاعية، قصف سوق الشجاعية، وقف القصف مشان يخلوا سيارات الإسعاف تيجي تاخذ الجرحى، وبعدين استهدفوا سيارات الإسعاف بالطواقم اللي فيها وبالجرحى. ويومها وصلنا لمستشفى الشفاء خلال 5 دقائق 240 شهيد وجريح، اللي إجا بالتاكسيات، اللي إجا بالأمبلانسات، اللي إجا بالتوك توك. وكان أسوأ يوم بهاي الحرب، لأنه مستشفى الشفاء فيها 15 سرير بقسم الطوارئ، فتم علاج هذا العدد الهائل من الجرحى بالكوريدورات، بغرف العمليات، بقسم العناية المكثفة. من 10,200 شخص اللي جرحوا، 33 يعني 3,000 طفل أصيبوا بجراح. أنا تقديري، وأنا كنت بعمل بين 5 و7 عمليات كل يوم على مدى 15 يوم، إنه 80% من الأطفال اللي أنا عالجتهم حيصير عندهم إعاقة حركية مستديمة أو تشوه يحد من حياتهم. كمان ظاهرة تسبب فيها استهداف المباشر للعائلات، إنه كان في عدد كبير من الأطفال الجرحى بمستشفى الشفاء اللي ما كان فضل من عائلتهم حد يدير باله عليهم بعد ما يخلصوا علاجهم. الطفل اللي على الشمال من فوق استشهد أبوه وأمه يوم القصف، واستشهدوا إخوته 3 بالعناية المكثفة خلال اليومين اللي بعد القصف. البنت اللي حملها الدكتور رائد على اليمين، الشخص اللي وراهم هو بيكون أخو جدها، وهو أقرب من تبقى من العيلة لرعاية هاي الطفلة. اليونيسف أصدرت بيان إنه على القليلة واحد من كل طفلين بقطاع غزة يا عانى من صدمة القصف المباشر أو فقدان أحد أفراد العيلة أو فقدان المنزل. إذا أنت طفل 6 سنين أو أكبر بقطاع غزة، أنت عشت 3 حروب، حرب 2008 وحرب 2012 وهاي الحرب. تم تدمير كامل لخمس مستشفيات خلال هاي الحرب. استهدفت مستشفى بيت حنون ودمر كاملة. تم قصف مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح بصاروخ اخترق غرفة العمليات خلال أحد العمليات وأدى لاستشهاد كل اللي بالغرفة. تم استهداف مستشفى أبو يوسف النجار وهو مليان جرحى من استهداف رفح. وتم إصابة 10 مستشفيات تانيين
ممكن إعادة إصلاحهم بعد نهاية الحرب. كان الهدف من تشريد تقريباً 470 ألف من سكان غزة اللي هن 1,800,000، يعني تقريباً ثلث السكان، هو إحداث أزمة ديموغرافية بتؤدي إلى انهيار داخلي بالمجتمع. اللي ما كان متوقعه الإسرائيلي هو درجة عالية من التكافل الاجتماعي اللي موجودة بقطاع غزة. أنا ما كنت بعرف حدا بالشغل من الأطباء والممرضين ما كان ببيته 4-5 عيال. بأغلب الحالات كانت المعرفة بسيطة، أو ببعض الحالات كانت المعرفة سطحية، لدرجة أنه في عيلة أنا قابلتها قاعدين عند الرجال اللي بيشتروا منه كباب قبل الحرب، ودقوا على بابه بالليل وفوتهم بالليل. هذه امتصت الجزء على القليلة 50% من العائلات اللي شردت، والجزء الآخر تم إسكانه بمدارس الأنروا، ولما هاي امتلت مدارس وزارة التعليم. ستعشر ألف بيت دمروا، يعني بنهاية الحرب هلأ في تقريباً 100,000 نسمة من سكان قطاع غزة بلا مأوى، بلا مواد بناء لإعادة بنائهم. وكما برهنت دراسة للصليب الأحمر، لا يوجد بقطاع غزة معدات النقل الثقيلة اللي تمكنهم من إزالة الردم بالشجاعية. هذا غير عن الاستهداف للمدارس واستهداف للجوامع وتدمير البنية التحتية لكل قطاع غزة خارج حدود مدينة غزة الداخلية. أي قطاع صحي بيجي أكثر من 10,000 جريح خلال شهر أو 50 يوم بأي دولة ممكن أن ينهار. قطاع الصحي الفلسطيني بغزة عانى من سنين الحصار اللي أدت إلى استنفاذ المواد والأجهزة وإضعاف قدرة هذا القطاع. بطولة أفراد ممرضين أطباء عاملين بالقطاع الصحي الفلسطيني الهائلة اللي كانوا بيجوا على الشغل وجزء منهم كان بيته مدمر أو مستشهد له أقارب أو في بيته في عيال هو أويها، وكانوا يجوا ليقدموا هذا الدرجة العالية من العناية لشعبنا، هي اللي أنقذت قطاع غزة خلال هاي الحرب. تماسك القطاع الصحي بالرغم من الضغط الهائل من عدد الجرحى، الضغط الهائل على أفراد القطاع الصحي اللي هن جزء من هذا المجتمع اللي عم بيعاني، هو اللي أنقذ غزة خلال الحرب. بيوم من أيام الحرب إجا طفل على غرفة العمليات، وكنا عم نحاول نحكي معاه ونهديه لنقدر طبيب التخدير ينيمه. فبأسأله أنا شو اسمك يا حبيبي؟ قال لي أنا اسمي فارس عودة. قلت له أنت تعرف مين فارس عودة؟ فارس عودة هو الطفل الفلسطيني اللي صار أيقونة الانتفاضة الثانية لما صوروه هو برمي حجر على الدبابة الإسرائيلية واستشهد خلال الانتفاضة الثانية. قال لي أنا فارس عودة عمي. فبعد العملية رحت أشوف أبوه للولد، وتبين لي أنه أخو فارس عودة الشهيد الأول كان أكبر منه بسنتين وقرر يسمي ابنه الأول على اسم أخوه، واستهدف البيت وأصيب فارس عودة الثاني بإصابة ستحد من حركته لبقية حياته. زي ما أنا حكيت في بداية المحاضرة، الهدف مش
إنه نزيد على هموم الناس هم، بس الهدف هو السؤال: إيش هذا الكم الهائل من الدم والمعاناة والبطولة بزمن إحنا خرجنا منه، خرجنا فيه من التاريخ كأمة عربية؟ إيش بيستدعي منا هذا الكم من البطولة ومن الألم؟ وأنا هون بحكي عن الفلسطينية كهوية إقليمية وكهوية نضالية. اللي تم تحقيقه بهذا الحرب، واللي يجب على كل النخب السياسية الفلسطينية والعربية التعاطي معه، هو أن غزة الآن هي منطقة محررة. الإسرائيلي اكتشف خلال هاي الحرب أنه هو غير قادر على اقتحام غزة، لأنه غير قادر على دفع الثمن اللي بيتطلبه اقتحام غزة، وغير قادر على البقاء بغزة استراتيجيا أو من ناحية الثمن اللي بيتطلبه منه البقاء بقطاع غزة. على النخب العربية والنخبة الفلسطينية إعادة بناء استراتيجيتها السياسية وإعادة بناء حركة التحرر الوطني الفلسطيني على مبدأ أنه هناك منطقة من فلسطين هي منطقة محررة ويجب البناء عليها، وأن تكون هي نقطة الانطلاق من أجل تحرير بقية فلسطين. أنا حضرت حرب 2008 وحرب 2014، وحضرت الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. وأهم إنجاز داخلي فلسطيني، خاصة فلسطينيين الأرض المحتلة، هو أنه سموا